هل التخلق ومجاهدة النفس على ذلك يؤجر عليها المسلم ويدخل في درجة هل يقول هل التخلق ومجاهدة النفس على ذلك تخلق نعم إيه؟ هل التخلق ومجاهدة النفس على ذلك يؤجر عليها المسلم ويدخل في الصبر؟ نعم، إذا جاهد نفسه. الجهاد أنواع، أولها جهاد النفس، ثانيها جهاد الشيطان، ثالثها جهاد العصاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابعها جهاد الكفار. نعم.